من جديد بحييكم مشاهدي ام تي في ووان مباشرة من دبي من صالة مكتوم بن محمد المكتوم، والمباراة المنتظرة القمة اللبنانية ضمن المجموعة الأولى من دور دبي 31، مباراة الرياضي وهوبس الرياضي زعيم المجموعة الأولى بثلاث انتصارات بثلاث مباريات. هوبس لعب مبارتين وحقق انتصارين لافتين، وبالتالي اليوم هدف هوبس الانضمام إلى الرياضي بأول مركزين. بالمقابل الرياضي بده يؤكد صدارته، وبالتأكيد رح تكون مباراته الأخيرة أمام الوثب السوري طبعا بمثابة النزهة بالنسبة له، في حال فاز اليوم مش مستبعد ابدا المدرب احمد فران يلعب بتشكيلته احتياطيه. هذا الامر بيعرف كثير منيح هوبس انه لازم يفوز كرمال طبعا ما يحط حاله بموقف صعب بالجوله الاخيره بالوقت يلي مره جديده. توقف المباراه، دقيقه صمت وتصفيق حدادا على روح نجم كره السله الامريكيه كوبي براينت يلي للاسف توفى امبارح بحادث هليكوبتر بالولايات المتحدة الأمريكية. الصدمة الكبيرة لعالم كرة السلة، عالم الرياضة والعالم بشكل عام يلي كله كان عم يتحدث عن الحادث المؤسف والمأساوي يلي تعرض له كوبي براينت. وائل عرقجي، مايك إفيبرا، مازن منيمني، باسل بوجي ودوين جاكسون هن يلي عم يبلشوا المباراة. وطبعا التحية من الفريقين ومن لاعبي الفريقين ومن كل حدا له علاقة بالباسكت بول لأسطورة كرة السلة كوبي براينت. كريم زينون، علي منصور، توني ميتشل، سي جي جايلز وجابرييل صليبي هن يلي عم يبلشوا المباراة من ناحية هوبس، وسي جي عم يبلشها بمحاولة ما بينجح فيها سي جي. وائل عرقجي عم يروح بالفاست بريك السريعة، راح وائل على السالة ما سجل وائل، دي جي بالسكند تشانس عم ياخذ الريباوند الهجومي، صراع كبير عم يحسمه جابرييل صليبي. كلكم بتتذكروا بالتأكيد بدورة حسام الدين الحريري شو عمل هوبس بمواجهة الرياضي، هوبس يلي بيحرج الفرق الكبيرة، هوبس يلي دائما حاضر للمنافسة. قالوا نحن جايين لهون مش لنلعب باسكت بول ونستمتع بالباسكت بول فقط، إنما للمنافسة أيضا على لقب دورة دبي. هون في ستيل وفي انطلاقة سريعة من علي منصور، نجم هوبس حلو كتير يا علي، حلو كتير يا علي، شو ذكي علي منصور، ما معقول هاللاعب عم يعطي جابرييل صليبي أول نقاطه وأول نقاط المباراة لهوبس. رائع جدا علي منصور بانطلاقاته السريعة، السهم يلي ما بيتوقف علي منصور. أكيد كنا عم نستمتع بفادي الخطيب 31 نقطة سجلها بالمباراة يلي قاد فيها المنتخب الإماراتي للفوز على حساب بيروت. قبل المباراة طبعا يلي تبعناها عبر شاشة ام تي في وعبر شاشة وان، باسل بوجي عم يسجل نقطتين. التعادل إذن ببداية المباراة بين هوبس والرياضي. علي منصور، توني ميتشل، توني ميتشل من مسافة كتير بعيدة بجرب يسجل ما بينجح. الريباوند، الريباوند عم بيكون لدوين جاكسون. دوين مع وائل عرقجي بيعرفوا بعضهم كتير منيح الفريقين، بيعرفوا المدربين جاد الحج وأحمد فران كل واحد شو بينتظره بهاللقاء. بالوقت يلي دي جي من المسافة البعيدة أيضا ما بيسجل، مايك إفيبرا ميد رينج شوت ما بيسجل أيضا مايك. الريباوند الدفاع لسي جي جايلز وتوني ميتشل، قلت لكم توني ميتشل كان عم يقدم أداء رائع بالمباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، كان عم يسجل 34 نقطة توني ميتشل. كثير عجبني أدائه لتوني ميتشل بهالبطولة. يعني طبعا ويلي وارن ايضا راح يكون بمواجهه مع فريقه السابق، ويلي وارن الموجود على مقاعد البدلاء من ناحيه فريقه لجاد الحاج. ميتشل لبرا لعند سي جي جايلز، علي منصور ايضا المحاوله الثلاثيه من جابرييل صليبي ما بينجح. الريباوند للمنيمني، منيمني مره جديده عم يبلش المباراه بتشكيلته لاحمد فران. وائل، وائل بياخذ الشوط على جابرييل وبيسجل بطريقه حلوه كثير. وائل عرقجي بثقه كثير كبيره اخذ الشوط، وائل عرقجي وسجل. علي منصور بسلم جابرييل،
جابرييل لكريم زينون بيقرر يخترق كريم بياخد الشوطة على إفيبرا وبيسجل. حلو كتير أيضا من كريم زينون مثل ما عمل وائل عرقشي كان عم يعمل كريم زينون، إنما هالمرة على مايك إفيبرا بقلب كبير. النتيجة هي 4-4. أكيد هلا بتتصلح على الشاشة بالفعل. أربعة أربعة إذن التعادل ببداية المباراة بتوقع كلوز جيم. دي جي دوين جاكسون، دوين بياخد الاتامت من برا ما بيسجل دوين جاكسون، بس البوجي توني ميتشل كان أعلى منه هالمرة، أخذ الريباوند وراح بالفاست بريك السريع على سي جي جاز. شو حلو هالاسيست كيل لو دخلت، إنما جابرييل صليبي عم بيكون موجود ليعمل الفولو. اليوم نبلش المباراة بتركيز عالي جابرييل صليبي إلى جانب سي جي جاز تحت السلة. لو عندهم لاعب لبناني يكون حد سي جي جاز طويل تحت السلة، يعني المفاوضات كانت مع تشارلز تيبت لو وصلت لنهايتها السعيدة كنا بالتأكيد حنقول هوبس هو مرشح كبير للفوز بلقب دوري دبي، لكن أنا بنظري أيضا مرشح الفريق بالأداء الكبير يلي بيقدمه عادة بكل المباريات الصعبة. بتلاقوا هوبس عم يعرف كيف يفوز فيها، هذا الأمر أكده بمباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري. ميتشل على لو بوست بحط سي جي جالس جامب شوت ما بيسجل سي جي. ريباوند دفاع المرة لمايك إفيبرا. مايك بياخذ الشوت من برا وبيسجل مايك إفيبرا. ثلاث نقاط أولى بالمباراة لمايك إفيبرا، عم يعطي التقدم للرياضي بفارق نقطة. ماشيين مع بعض ببداية اللقاء. علي منصور دوين جاكسون عم يدافع عليه، علي ذكي كتير مع سي جي جابرييل. حلو كتير لعلي منصور، علي بياخد الأتمت من برا ما بيسجل. علي منصور مازن كان على الريباوند، فرصة جديدة للرياضي ليعزز تقدمه بهالمباراة ببدايتها. وائل أيضا بيطلع السلة ما بيسجل سي جي. علي منصور توني ميتشل، توني اذا كان اقرب للسله توني ميتشل بيقدر يساعد اكثر فريقه، بس عم يجربوا يدفشوا لبرا قد ما فيهم. توني بيعمل موف حلو كثير ما بيسجل سي جي، ما بيقدر ياخذ الريباوند الهجومي، كان ريباوند دفاعي لدي جي. دوين جاكسون مع مايك إفيبرا، مايك إفيبرا يمكن مكان مايك إفيبرا يلي بنعرفه، مكان مايك إفيبرا يلي بنعرفه بالمباراه الماضيه للرياضي. يعني طبعا عم بتحدث عن مباراة رياضي مع الاتحاد السكندري، لكن باللحظات الحاسمة والحساسة سجل سلة ولا أهم مايك إفيبرا. مثل ما قال المدرب أحمد فران، هون بتعرف معدن اللاعبين الكبار بهيك نوع من المباريات. أمام سلة بالتحديد مش أمام الاتحاد السكندري، هذا الأمر يلي كنت عم بتحدث عنه. أمام سلا مايك إفيبرا، مكان مايك إفيبرا يلي شفناه أمام الاتحاد السكندري عندما سجل 23 نقطة، وطبعا قبل المباراة أمام الجامعة الأمريكية بدبي مطرح ما سجل 21 نقطة. مازن منيمني ما بينجح بمحاولته الأولى. مازن الثانية عم ينجح فيها مازن منيمني. علي منصور وعم يطلع الطابة، علي لكريم زينون. النتيجة على السكور بورد 7-7 وعلى الشاشة 8-6 بالوقت يلي علي منصور عم يخلي النتيجة تصير 9-7 لمصلحة هوبس. على سكور بورد 9-7، على الشاشة 8-8. يعني طبعا النتيجة الصحيحة هي 8-8 يلي عم تشوفوها امامكم على الشاشة. اكيد الحكام بانتظار انه يعدلوا على سكور بورد. بس البوجي كان عنده نقطتين، مازن كان عنده نقطة، وائل كان عنده نقطتين، ومايك إفيبرا كان عنده ثلاثية. بالمقابل علي منصور كان عنده نقطتين، جابرييل صليبي عنده 4 نقاط، وكريم زينون عنده نقطتين، والنتيجة بالتالي مفروض تكون 8-8.
هيدا محاولة من برا، المرة بينجح فيها مازن منيمني. حلوة من مازن، عم يسجل ثلاث نقاط مازن منيمني. هيدا علي منصور بمحاولة للرد من برا، كريم زينون. كريم زينون رائع جدا كان بمحاولته الأخيرة. كريم ثلاث نقاط أيضا لكريم زينون، عم يردوا على بعضهم هو مازن منيمني. مايكي فيبر أيضا بياخذ العتام من برا. شو هالمعركة، شو هالصراع، شو هالحرب المفتوحة بالأسلحة الثقيلة، سلاح ثلاث نقاط. مايكي فيبر أيضا عم بسجل عن الأرك، وطبعا التقدم للرياضي أصبح بفارق ثلاثة. رائع جدا يلي عم يعمله بالوقت الحالي الرياضي وهوبس. ايضا قلت لكم معركه مفتوحه، قلت لكم الاسلحه الثقيله رح تكون حاضره. هيدا الامر عم ياكدوا لاعبي الرياضي وهوبس ببدايه هالمباراه. هيدي هي الفرق اللبنانيه، وهيدا الامر يلي اشتقنا له، وهيدي هي بطوله لبنان غائبه عنا يلي بننطر انه ترجع لنا وترجع كره السله اللبنانيه والرياضه والحياه الطبيعيه. كل الامل الى لبنان والى بيروت ليكونوا هالفرق البيروتية أيضا عم يلعبوا على أرضهم ويتحضروا أفضل استعداد لدورة دبي الدولية يلي طبعا إلى معزة خاصة عند الفرق اللبنانية وإلى حسابات خاصة بالنسبة للفرق اللبنانية اللي بتعتبرها أكثر من دورة ودية. الجدية دائما بتكون حاضرة بمباريات دورة دبي بالنسبة للفرق اللبنانية. هيدا توين جاكسون عم يدافع عليه كريم زينون، الهيلب كان عم يكون من سيد شي. وائل عرقجي، وائل عرقجي عم يلعب على علي منصور. حلو كتير يا وائل، حلو كتير يا وائل، شو ذكي انت، شو ذكي انت يا عرقجي، كيف دخل وكيف سجل السله وائل عرقجي. توني ميتشل، توني بجرب يدخل، بروح على دوين جاكسون بقلب كبير. توني ميتشل ما معقول، البيست الوحش قد ما بيدخل على السله بخوف الكل. هيدا امر اكيد، ما معقول انا خفت يعني، هو ميتشل كيف كان فايت على السلة بطريقة مرعبة بالفعل، أقل شيء كان يسجل. مايكي فيبرا بمواجهة كريم زينون، مايك بياخذ الشوطة وبسجل. مايكي فيبرا اليوم، مايكي فيبرا بمزاج جيد، بمود جيد، عم يقدر يستفيد بشكل كبير. علي منصور، علي علي علي، حلو كتير يا علي، حلو كتير يا علي، كيف وصلها لنادي هاشم يلي كان بعده عم يدخل الى ارض الملعب، عم يقدر يسجل نادي 18-16 النتيجة. باسل، باسل بجرب يدخل، عم يتعرض للبلوك شوت بالطولي بيتشر. دويت جاكسون بيعمل الفيك باري، يخترق السلة بكبها لبرا، لكن قبل كان في صافره وكان في خطا. امير سعود ايضا عم يسجل دخوله الى ارض الملعب. ايضا دويت جاكسون تحت السله ما بسجل، بانتظار تشوف هايك يلي عم يتحضر للدخول. هايك كيوكشان الورقه الرابحه بتشكيلته لاحمد فران. 14-16 دائما تقدم الرياضي بالمباراه بفرق سله، مباراه كبيره، مباراه على مستوى عالي، مباراه كنا ناطرينها. مايك فيبرا، هايك، وائل عرقجي من جديد. وائل باخر خمس ثواني، وائل موجه تادي هاشم بياخذ شوت وما بيسجل. وائل ريباوند الدفاعي لكريم زينون، كريم بينطلق سريعا مع نادي هاشم يلي عم يروح على السله، ما بيسجل نادي. الريباوند الهجومي علي منصور، ما معقول شو ذكي، كان عنده تايمينج ممتاز كان ياخذ الريباوند، لعبها لتوني ميتشل ايضا ما بيسجل. مايك فيبرا كان عم بيطير لياخذ الريباوند وينطلق بالفاست بريك السريع، وخطا على نادي هاشم ايضا، خطا ذكي من نادي قدر يوقف انطلاقه مايك فيبرا. كل السلامات لمايك، فقد توازنه، شوفوا فقد توازنه هون مايك فيبرا.
اكيد الروتيشن بالنسبه للبنش رح تلعب دوره عند المدربين. طبعا مجددا اللعب متوقف المره، الاعتراض على عدد الاخطاء، اعتراض طبعا بهالوقت على عدد الاخطاء. مباريات حلوه كثير عم نتابعها بدوره دبي ال 31. فهد الخطيب مثل ما ذكرت كان عم يمتعنا بمواجهه بيروت. فهد الخطيب بعد ثلاث مباريات هو هداف البطوله بكل بساطه، عنده 84 نقطه بثلاث مباريات. المباراه يلي خاضها اليوم سجل فيها 31 نقطه، هيدا افضل رصيد له بعد مباراه اولى سجل فيها 30 نقطه فادي. المباراه الثانيه اللي كان عنده 23 نقطه. عبد الرحيم نجاح بالمركز الثاني لاعب سله المغرب عنده 58 نقطه من ثلاث مباريات، وايضا كول من الامريكا من الاتحاد الحلبي السوري عنده 58 نقطه، نيكولاس من الجامعه الامريكيه بدبي 56 نقطه، وزياد الشنوفي من الراتسي التونسي عنده 54 نقطه. هيدي هي ابرز الارقام طبعا بعد ثلاث جولات على بدايه دوري دبي الدولي لكره السله دور المجموعتين. مايك فيبر هون كان عم يقدر يسجل على الفري ثرو لاين. المحاولة أيضا مع دخول ويلي وورن إلى أرض الملعب. ويلي عم يقدر يسجل ثلاث نقاط من مين كثير لهوبس. ويلي وورن بوقت يلي دوين جاكسون حاول يرد من تحت السلة. ويلي وورن نشيط اليوم، نشيط ويلي وورن، أول مبارتين ما قدم الأداء المنتظر منه، لكن نشيط اليوم ويلي وورن، حاسس إنه عنده إنرجي بالوقت يلي حبيب عبد الله بيطلع على السلة، ما بيسجل حبيب. دوين جاكسون سوبر سلام داك من سوبر دي جي بطريقة رائعة جدا عم ينهي الكوارتر الأول. دي جي دوين جاكسون بأي طريقة انهى الكوارتر الأول، كسر السلة طلع وسجل دوين جاكسون بطريقة استعراضية أولى سلاته بمباراة اليوم، وبأي طريقة شوفه بالإعادة الأسيست كان من وائل عراجي. دوين جاكسون طار وغط بقلب السلة، رائع جدا دي جي سوبر سلام دانك. إذا والرياضي متقدم بنهاية الكوارتر الأول بفارق ثلاث نقاط 22-19.